شكرا. اتمنى ذلك. والنهارده زي ما بيتقال كده البدايات، بدايه السنه، ومباراه هنبتديها الاهلي، ومباراه ليست ابدا سهله، وعلى الصعيدين في تنافس، وكل واحد عنده رغبه في الفوز. واكيد انا لو هتكلم عن النادي الاهلي، انا ما عنديش رفاهيه ابدا لا خساره ولا تعادل. فانا عايز الثلاث نقاط بتوعي النهارده في المباراه. كابتن فتحي، احنا بندور على الاداء مع المكسب ولا بندور على المكسب بس؟ هو عموما لو انه كل سنه طيبين وكل سنه طيبه لك في اول حلقه في السنه الجديده في العام الجديد، وكريم كمان ان شاء الله ينضم هينضم لك من باذن الأسبوع الله الجاي بقى إن شاء باذن الله. الله. شوف انا القصه النادي الاهلي، حته انه يلعب او ما يلعبش، اداء او نتيجه او كده، مفيش مباراه سهله. دي حقيقة. اي مباراه ايا كانت، ما نقولش دي مباراه صعبه، كل مباراه بتتلعب ايا كان مستوى الخصم فالمباريات كلها صعبه الى ان تنتهي بالفوز. نقدر نتكلم على المباراه بعد المباراه، نشوف احنا قدمنا ايه، وصلنا لفين، رحنا ازاي، الكلام ده كله. المباراه طبعا مع فريق محترم، فريق له اداء، فريق من الفرق اللي هي مرشحه، ودائما بيراميدز من ضمن الفرق اللي هي تلاقيها في المثلث، مش هقول في المربع، لا في المثلث، يعني بيراميدز، زمالك، اهلي، الفرق دي كلها هي اللي بتحارب او هي بتتصارع او بتتنافس على القمه. فاذا من فرق القمه، طيب النادي الاهلي، بيقولوا النادي الاهلي ان بيلعب مع الفرق الكبيره احسن ما بيلعب مع الفرق اللي هي مش مرشحه. قد يجوز، وهنقول السبب. أنا نفسي أعرف السبب. السبب إن معظم الفرق اللي هي بتلعب مع النادي الأهلي بتتكتل، بتلعب بطرق دفاعية، و بتتكتل وبتستقتل ما طبعا يعني. ده بتبقى المباراة الوحيدة للاعب، أو المباراتين، لأنه بيلعب الأهلي مرتين، المباراة اللي بيبقى فيها عرض اللاعب في عصر الاحتراف. صحيح. عرض اللاعب في عصر الاحتراف، انت لما بتشوفي تمشي في السوق، في المحلات، في الفترينات، بيعملوا احسن حاجه في الفترينات مش الحاجات اللي جوه، فاللاعيبه دي بتأدي احسن اداء مع النادي الاهلي، لان مصر كلها بتتفرج يوم ما النادي الاهلي بيلعب. هتقولي مصر كلها، اقول لك سواء جمهور الاهلي او الجمهور المنافس، صحيح. لان كلهم عايزين يشوفوا الاهلي رايح فين وجاي منين. وبالتالي فده الفترة الوحيدة اللي هي ممكن لأي لاعب عايز يعرض نفسه في عهد وفي عصر الاحتراف اللي احنا بنقول عليه ده. كويس جدا.